سي عز الدين اليوسفي مدرب فريق اف سي طنجه، مرحبا بك على طنجي سبور. الفريق ديالكم اليوم كان في واحد المواجهه قويه امام فريق امل طنجه، وبصعوبه الفريق ديالكم نهزم بجوج واحد. شنو يمكن لك تقولنا حول هذه المقابله هذه؟ اولا شكرا طنجي سبور، سي محمد طنجي سبور، على الاستضافه ديالو ومعاين ديالو جميع الفرق اعلانيا. كنشكرك سي محمد اشكوك. الحمد لله دخلنا مقابله عزمين باش يكون واحد ثلاثة نقاط في صالح ديالنا. ما توفقناش بحكم جاونا العدد الفرص ديال الفرص، ما استغلوش اللاعبين باهداف. كرة القدم هي هذه. الفريق ديالنا كان منظم على مستوى خط الدفاع الوسط ميدان والهجوم، اللي عرف باش يستغل الفرص وعرف يماركي علينا ويقتل المقابله. هادشي اللي كاين. واخا بالنسبه للخصم كيفاش كان المقابله ديال اليوم؟ صراحه الخصم كان في مستوى، عنده لاعبين تجربه، عرفوا كيفاش يديبلاسيو ديك اللاعبين الشبان اللي عندهم. زعما بكل صراحه كنحييهم بهذا الفوز هذا، وكنتمنى لهم التوفيق في المشوار ديالهم ان شاء الله. سي عز الدين اليوسفي، كيفاش كتشوف المنافسه في هذه المجموعه ديالكم؟ بكل صراحه مجموعه تكون ناريه بين الفرق، ودابا بحكم النقاط اللي كاين في صبوره الترتيب، كل فرق مقاربه من بعضيتها، ولهذا غتكون واحد المنافسه قويه بزاف، وما تحسمش بطاقه الصعود اخر رمق ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للفريق ديالنا حنا بدنا ان شاء الله عاملين نفس المواسم اللي كنلعبوا، عاملين على الصعود ان شاء الله بحول الله، وغنزيدوا نطعموا الفريق واحد جوج لاعبين ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله، وغنداركوا الموقف ان شاء الله، وكنتمنى مسيره موفقه لجميع الفرق في الوطن الثالث. شكرا جزيلا لك عز الدين اليوسفي المدرب ديال فريق اف سي طنجة. شكرا جزيلا.